أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. جدد منتسبو شركة مصاف الجنوب في محافظة البصرة وقفتهم الاحتجاجية رفضا لمشروع قانون الموازنة الجديد المتضمن رفع سعر النفط المباع للشركة. وقال متظاهرون إن رفع سعر النفط المباع لشركات التصفية سيحد من مكافآت وحوافز الموظفين والعمال وتعطيل تطوير شركات المصافي، وبالتالي تكبدها خسائر مالية وصولا إلى توقفها عن العمل. ونددوا بمشروع القانون معتبرين الحفاظ على شركات تصفية النفط ضروري باعتبارها ثروة نفطية للبلاد. اتهمت اللجنة المالية النيابية وزارة المالية بالإصرار على عدم تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن تغيير سعر الصرف يمكن أن يتم عبر التشاور مع البنك المركزي العراقي وتحديد سعر مناسب ومقبول بحوالي 130 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار. وأضاف السعداوي أن المتضرر الوحيد من ارتفاع سعر الدولار هو المواطن البسيط بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مبينا أن البنك الدولي لم يعترض على تغيير سعر الصرف، لكن وزارة المالية الحالية مصرة على عدم تغييره. أقر النائب مضر الكروي بأن حمى الأسعار باتت تلتهم البسطاء بسبب رفع أسعار الصرف وخفض قيمة الدينار العراقي، وأكد الكروي على ضرورة إرجاع أسعار الصرف إلى ما كانت عليه تلافياً لوقوع كارثة إنسانية، مبيناً أن حمى ارتفاع أسعار السلع والبضائع والغلاء الفاحش أصبحت تلتهم المواطنين البسطاء. وأضاف الكروي أنه بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً فإن إعادة سعر الصرف إلى وضعه السابق سينهي الكارثة الإنسانية المرتقبة بسبب ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الفقراء خلال الأسابيع الماضية. اعتبر خبراء اقتصاديون أن الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لتغطية عجز الموازنة أمر مخيف لمستقبل العراق. ونقلت مصادر صحفية عن خبراء في التنمية الصناعية والاستثمار تأكيدهم بأن الموازنة التخطيطية السنوية يفترض أن تكون مكملة لموازنات السنوات الماضية التي ينبغي أن تتلائم مع الخطط السنوية اللاحقة، وأن على الحكومة الحالية استثمار انتعاش الإيرادات لتغطية العجز المالي والتهيئ للمباشرة بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى بشكل جدي والاستفادة من مخرجاتها بأسرع وقت ممكن. حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام للبلاد. وذكر بيان للصندوق أن العجز المالي الكلي ارتفع من 9% إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، داعياً البحرين إلى إجراء إصلاحات مالية عاجلة لمعالجة الاختلالات وخفض الدين العام من أجل استدامة الأوضاع الاقتصادية وضمان توجيه الدعم لأكثر الفئات ضعفاً. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع بفعل صادرات قياسية للغاز الطبيعي المسال. يأتي ارتفاع العقود الآجلة وسط توقعات بإمكانية ازدياد الطلب عليها خلال الأسبوع القادم عقب تراجع الأسعار في الأسابيع الماضية وقيام شركات توليد الطاقة الكهربائية بحرق الغاز بدلا من الفحم. ورغم المكاسب التي تحققت، غير أن العقود ما زالت منخفضة بنسبة 22% منذ تسجيل أعلى مستوى لها قبل 3 أشهر أثناء موجة البرد الشديدة التي ضربت ولاية تكساس. ختام الموجز، إلى اللقاء.